السابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير يوم جديد من أيام سفار الخير في كوسوفا. الشباب اليوم زيارتهم راح تكون مختلفة للتاريخ. اليوم مكان في حلقتنا وأيضا الأحجار الثمينة والأشياء النادرة راح نشوفها مع بعض. هذا المنجم بدأ إنتاجه في عام 1930 ويبلغ عمقه 850 متر تحت الأرض، ومنذ افتتاحه إلى الآن بلغ إنتاجه 37 مليون طن من المعادن، أشهرها الزنك والرصاص، وتصدر للخارج. وبعد الحرب تعرض المنجم للخراب، ولكن من عام 2000 إلى 2005 أعدنا تجديده وعاد للعمل من جديد. كم عدد الموظفين في المنجم؟ يبلغ عدد الموظفين المقيمين حوالي 700 موظف تقريبا، وأوضاعهم جيدة، ولكن في عام 1990 كان عددهم 3300 موظف قبل أن يمنع الصرب 2000 من الموظفين الألبان من العمل في المنجم. أنت تكلمت عن الإنتاج، في أحد السنوات كان إنتاجكم ما يقارب 700,000 طن في السنة. السنة هذه أنت تتكلم عن 150,000 طن. نبي حابين نعرف السبب في قلة الإنتاج وما هي المعوقات اللي تواجه المنجم. يعود سبب قلة الإنتاج لعدة عوامل، فالآلات المستخدمة في التنقيب والحفر في المنجم قديمة جداً وانخفضت كفاءتها، بالإضافة إلى قلة عدد الموظفين العاملين في المنجم، ونحتاج إلى استثمارات حتى نتمكن من النزول أكثر. فهناك 10,000 ملايين طن يمكن أن تطيل عمر المنجم 15 سنة. حنا سعيدين جدا فيك وفي المعلومات هذه، ودنا نشوف المنجم. يسعدني أن ألتقي بكم، وسوف أنزل معكم إلى المنجم لنصل إلى عمق 600 متر. أنا بنزل 600 متر. توكلنا على الله. الله يستر. آمين. الله الحافظ. يلا توكلنا على الله. في الوقت اللي انتهى فيه فريق لوسيل من الاستعداد للدخول إلى باطن الأرض، وصل فريق الأدعم إلى مكان معركة قوسو. مدينة فوشتي موقع لأهم المعارك التاريخية في منطقة البلقان، فما زال التاريخ يروي قصة دخول الإسلام للمنطقة عند النصب التذكاري للمعركة التي انتصر فيها العثمانيون، وكانت نقطة التحول التاريخي في كوسوفا. هنا موقع معركة قوسوا،
التي حصلت في 15 من حزيران عام 1389، حيث بلغ تعداد جيش الصرب قرابة 60,000، وضم نخبة من الطبقة الحاكمة الصربية والبوسنية والألبانية مكونين جيش اتحاد البلقان. وعلى الطرف الآخر كان السلطان مراد الأول يتقدم جيشه المكون من 100,000 مقاتل، والتحم الجيشان في هذا المكان، ومال النصر للعثمانيين بعد قتل قائد الجيش الصربي، وأقام الصرب هذا النصب التذكاري تخليدا لذكرى المعركة. زين يفرحون حاطين نصب، حد يعلم على عمره؟ هذه حقيقة تاريخية ما تقدر أنت تتغاضى عنها. وبعدين أنت لاحظ الرمز هذا شباب، رمز السيفين المكسورين، إن المسلمين اللي جو هنا كسروا شوكة الصرب وكسروا حتى سيوفهم. وعلى مقربة من مكان المعركة حيث قتل السلطان مراد الأول، زار فريق الأدعم المتحف الذي يوثق بعض التفاصيل الخاصة بالفترة العثمانية في كوسوفا وللسلطان مراد الأول. استشهد السلطان مراد الأول بعد معركة كوسوفا عام 1389، فدفنت أعضاؤه الداخلية هنا، ونقل جسده إلى بورصة في تركيا حيث دفن هناك. وبعد 5 سنوات تم بناء هذا المكان، ويعتبر أول بناء تاريخي للعثمانيين في كوسوفا. حول تربة السلطان مراد الأول توجد شجرة التوت الأسود، وعمرها 600 عام تقريباً، ومنذ 20 سنة توقفت عن طرح الثمر. وهناك قبر والي كوسوفا وقبر أحد باشوات المجر. هذا حين متحف هذا؟ هذا المتحف كان بيت يسكنه حراس تربة السلطان مراد الأول، وتم بناؤه في عصر السلطان عبد الحميد الثاني. وهذه الصورة التي أمامكم صورة تذكارية عند زيارة السلطان رشاد لهذا المكان عام 1911، وكان في استقباله 200,000 شخص، وصلى بهم صلاة الجمعة. احنا نريد ان نصحح معلومه ان ما يجوز من البدع ان نضع نصبا وقبرا كبيرا ويزورها الناس ويذهبون اليه، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلته صحيح، فنحن لا نسمح لاحد ان يصلي عند القبر، هو فقط مكان تاريخي، ونتذكر السلطان مراد دائما بالدعاء، فقبل قدومه لم نكن مسلمين. متحف صراحة رائع، مرتب صراحة، جميل مرتب جدا. هني في الغرفة هذه في صورة لراية الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يستخدمها في الحرب. طبعا كل سلطان عثماني لما يروح في فتحاته ياخذها معه، والآن هي موجودة في قصر التكابي في اسطنبول. هذه صورة منها. زين، وش اللي شد بعد انتباهك والله طالع؟ والله أنا اللي شد انتباهي اللي هو سجل الزوار. في لهم هناك كتب سجل الزوار على عبر التاريخ اللي جاوا سجلوا، وهذا الأخير اللي موجود بنسجل حق الأدعم. إيه فياليت والله لو نسجل اللي خطه حلو يكتب. أبو عجان، أبو أحمد، عندك أنت أبو محمد. عندك أنت يلا. بعد ما انتهى فريق الأدعم من زيارته الصباحية للمتحف واستذكر تاريخ الفتوحات الإسلامية في دول البلقان، توجه مباشرة ليزور بنت صغيرة اسمها بيسارتا، جمعية قطر الخيرية أهدتها قوقعة. ما بيحرق عليكم القصة، خلونا نتابعها سوا. يقول لك محتاجين تقريبا في السنة مش أقل من 30 عملية زراعة للسنة في السنة. والقوقعة هذه تكلف زراعتها يعني شيء بالنسبة لهم شيء كبير. نعم. مبلغ خيالي بالنسبة لهم. قريب 17,000 يورو. قريب 70,000 ريال اكثر. يعني 700,000 ريال، لكن وشجرة هذه اللي بيسويها بيخليها تسمع. ها؟ لأنك لما تخليها تسمع ترى اللي يسمع ممكن يتكلم. صحيح.
يعني اسهل له، بيعرف الاحرف، بيعرف النطق كيف طريقتها. بتساعده جدا، بتساعده على الكلام، بتساعده. خلنا نشوف هذا البيت. هذا البيت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جدت بيسورتا استقبلت الشباب وتحدثت معهم عن وضع بيسورتا. مرحبا بكم، انا جدت باسيرتا وتعيش هنا في الطابق العلوي مع امها واختها الصغيره، وهي ليست موجودة الآن، فبعد عملية تركيب القوقعة أصبحت تذهب إلى المدرسة العادية وتعلمت نطق بعض الكلمات، وتركت مدرسة الصم والبكم بحمد الله، وستعود بعد ساعة تقريبا. طيب خلونا نستغل الوقت قبل ما ترجع من المدرسة ونركب غرفتها اللي جبناها لها هدية. صعد فريق الأدعم علشان يشوف غرفة بيسوتا مع الجدة. أعتقد أن الغرفة فاضية صغيرة شوي، لكن احنا ودنا ان نسوي لها مفاجأة تفرح مثل ما فرحت بالسم. بعد ربع ساعة ستكون هنا. وانا مر مكان. لا تعلم، لا تعلم ان غرفة. عدنا ايش برتيو في اليوم؟ لا. ما تعرف. لا يا احنا جايين وفرحانين كلنا على شيء. الله يلا يلا الحين هي قاعد يسلمون عليها الشباب برا. ولا احنا فرحانين ان رجع لها السمع، فبعد نبغي نزيد فرحتها بشيء ثاني، هديه من فريق الادعم لها. بسورتا بسرتة بسرتة. السلام عليكم. أهلا بسرتة. السلام عليكم. بسرتة بسرتة بسرتة. جلس جلس. بسرتة. أرجو أمير. أمير. أرجو أمير. أبكي من الفرح وأدعو الله أن يجزيكم جميعا بالخير. هذه فرحة شعرت بها يوم العملية وهذا اليوم. كم من السعادة والفرح اللي نشوفها في عيون أخواننا وعيون أمنا وعيون بنيتنا الصغيرة، هذه ما يعدلها شيء، ما يعدلها سعادة في الدنيا. هذه هي السعادة الحقيقية، هذه هي أخوة الإسلام الحقيقية. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم. ليش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إدخال السرور على المؤمن ما يعدلها شيء، على المسلم ما يعدلها إلا يرضى الله لمن أدخل السرور عليهم إلا الجنة. هذا الذي نحن نريده، وهذا واجبنا تجاه كل المسلمين. من كان في يده شيء من خير، من مال، من مساعدة ولو بسيطة، يقدمها لإخوانه هؤلاء. شوفوا فرحة الجدة، دموع في عيون الجدة، دموع في عيون عمة البنت، أمها، الفتاة الصغيرة، أختها. يعني ما يقدرون يعبرون عن سعادتهم باللي سويتوا لهم غير بدموعهم وغير بدعائهم. الله المستعان.
مع انه يعني الشغل اللي احنا قمنا فيه كفريق ادعمه فيه من خلال هذا البرنامج برنامج سفر الخير ما اخذ منه يمكن تقريبا تركيب كله على بعضه يمكن 10 دقائق. فعشر دقائق انك انت ممكن تفرح فيه عائله سنوات ما ينسون هذا العمل اللي انت سويته لهم. ما تنسى الصغيره مدى الحياه انهم جاوا ناس من بلدان بعيده من قطر ومن الخليج ان جوهم في هذا المكان وسووا لها هذه المفاجاه اللي نشوفها احنا صغيره ولكن والله انها كبيره في عيوننا. بصوت امير هذه بطارية كم قيمتها؟ 40 يورو. وفي الأساس العملية العملية الأساس اللي ينتظرونها 30 غيرهم كل سنة مثل ما فرحت بزرته بالعملية ورجع لها سمعة ب 17,000 يورو يعني 70,000 ريال. وهذه كل شهر 40 يورو. تتوقعون هالعائلة في إمكانية أن تدفع 40 يورو في الشهر على هالبطاريات؟ عندهم مصاريف ثانية. وقفتكم أنتم مثل ما شفنا جينا وقفنا على هالمكان وقفتكم أنتم مع هالبنت مع أهلكم في كوسوفا راح ترجعون البسمة والفرحة لهم مع هالبطاريات مع هالعمليات اللي تساعدهم. ونوجه شكر خاص للدكتور مازن اللي يقول أبيض الله وجهك مازن الحاجري الله يجزاه خير اللي هو جي يعمل عمليات لوجه الله عز وجل وهو مستعد كذلك إنه مثل ما إحنا جينا في عمل خير وهو كذلك راح يجي في عمل خير وإن شاء الله من كل إخواننا إنهم يشاركون ويردون الفرحة والبسمة على الأطفال وعلى الناس اللي تبي تفرح مثل ما فرحنا فيهم. ودع فريق الأدعم بسورته وهي طائرة من الفرحة. لكن لا تنسون في مثل بسورته كثير بانتظاركم علشان يقدرون يسمعون وينطقون فلا تنسوهم. أما فريق لوسيل بدأت رحلتهم إلى باطن الأرض. 600 طبعا هم كلموا جماعة قطر قالوا من أقوى فريق عندكم لوسيل ولا دعم؟ قالوا لوسيل. قالوا هذه المهمة ما لها إلا لوسيل. قالوا هم كفو. وبعد المشي لمسافات طويلة في الممرات الصخرية الضيقة المعتمة وصل الفريق إلى أماكن استخراج المعادن. يلا شباب وين المعادن؟ أبشر بالذهب. This is ذهب. أنا ذهب. تحتوي هذه الصخور على خليط من المعادن نستخرجها ونفصلها. لا تقلق يا راجح سترى كل ذلك في المتحف بعد قليل. بس الأكثر يكون الرصاص زنك ورصاص أكثر زنك ورصاص سيلفر هو ممكن هو يمكن يستخرج منه أي يستخرج لا لا في أشياء أنا حياتي ما شفتها صراحة ما كنت أتوقع الموضوع كذا بالصعوبة هذه. نشوفها بس في التلفزيون. في التلفزيون. في التلفزيون نشوفها. لكن الحمد لله. أنا أول مرة أنزل في منجم وشكل آخر مرة وشكل آخر مرة يعني أنا بس صراحة متعة لا تجربة يعني بس تجربة للعمل صعب يعني سويناها مرة بعد مرة ثانية تسجل لنا في السيفي تسجل لكن مرة ثانية لا خلاص جربناها مرة. يلا يعطيك العافية. يلا نمشي 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 قلصني. يلا Oh.
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا شكرا جزيلا في أمان الله. مع السلامة. شكرا مع السلامة. مع السلامة. ودع الشباب مدير المنجم وشكروا له حسن استقبالهم وتوجهوا بزيارة سريعة لمتحف المنجم اللي يحتوي على أنواع مختلفة من المعادن والأحجار اللي تستخرج من باطن الأرض. تجربة جميلة لفريق لوسيل تحت الأرض، بدأوا فيها يومهم والآن راح يتوجهون مباشرة للنظر في مشروع ناجح جدا دعمته قطر الخيرية. الفكرة كانت منذ أن تخرجت من المدرسة، فهوايتي منذ الصغر أن أصمم وأخيط الملابس، وخلال السنة الثانوية تابعت بعض البرامج المختصة في الخياطة والتطريز وبدأت العمل في البيت، وأصبحت أنتج لأقربائي وللناس الذين أعرفهم، ثم استأجرت هذا المكان لأعرض منتجاتي من خلاله. كيف قدرت تدير هذا المشروع وما هو دور قطر الخيرية فيما وصلت إليه الآن؟ في البداية طلبت من مؤسسة قطر الخيرية أن يساعدوني في هذا المشروع، وتم الاتفاق على دعمي بآلة خياطة وبعض الأدوات الخاصة بالقص والتطريز ليتحول هذا المعرض إلى مشغل، وبفضل الله قمت بتوظيف 4 عاملات هنا. طيب أنا جالس أشوف المنتجات، منتجات جميلة بس منتجات قليلة، وش اللي يخلي منتجاتها قليلة؟ هل عندها نقص في شيء معين في المكان، في الأقمشة، في العاملات؟ صحيح، المنتجات قليلة بحكم طلب السوق. الآن أقوم بخياطة ملابس المدارس، وعند وجود الوقت والمال أقوم بإنتاج الملابس الخاصة للمناسبات. هذا المشروع يحتاج إلى مال كي أقوم بشراء المواد الخام الجيدة، وها أنا أعمل وما أوفره من دخل أشتري به ما ينقصني. الأخت فاطمة، يعني كلمين عن معدل الدخل أول ما افتتحتي المشروع والآن، ما هو الفرق؟ عدد أفراد أسرتي 8، وكنا نعيش براتب زوجي فقط وهو إمام في مدينة أخرى، وكان دخلنا 200 يورو شهرياً، والآن بحمد الله تضاعف دخلنا ليصبح 400 يورو شهرياً. نسأل الله لها التوفيق، والله يرزقها إن شاء الله. نسأل الله لها ولي من تملك مشروع مثل المشاريع هذه اللي تكسب منها الحلال الرزق والتوفيق. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة. مشروع مميز. لا والله عجبتني الديزاينات الإسلامية، عرفت؟ شباب وش رأيكم؟ إجابات. وش رايكم نروح نشتري قماش ونهديه اختنا هذه محلها؟ تستاهل. وش رايكم؟ والله طيبه فكره، بالذات انه يعني ناها ويدنا خاليه مثل ما يقولون. اي صراحه انا خجلت منها، بنروح نشتري لها قماشات اذا ما عندك مشكله. تستاهل، بالذات انها هي واحده طورت من نفسها وكافحت. يلا بسم الله. يلا سوق. يلا اركب. يلا اركب. سوق. يلا سوق. يلا امشي. حياك. في شغلة أنا أعرفها ما أدري ما تعسفتك لها بخير، ما أدري عاد عندكم هذه المعلومة أنت ولا لا، ما كانت هذه تجارتها في البداية، كانت الملابس الجاهزة تشتريها وتبيعها يعني فائدة بسيطة. إيش قبل لا قبل لا تسوي مشروع الخياطة هذه، وقبل لا توصل لقطر الخيرية؟ قبل لا توصل أعتقد، ما أدري يوم وصلت قطر الخيرية. قطر الخيرية وفرت لها المكاين، وفرت لها المحل، المحل بالإضافة إلى المكاين والأغمشة. الخلق زين هاي؟ هذه زين. بناخذ هذه منه، وأعتقد إن يعني افراح نركز على اللون الابيض اكثر. ملكي. اي
كم المتر هاي؟ قطرة تعتبر وش متر؟ 40 يورو. 40 يورو المتر؟ وايد غال. محرم قول له اقصاد ولا كاش؟ ايش دعوة مو تابع. شوف قول له بنختار كذا شغلة مو شغلة واحدة وبنجمعهم وبعدين إن شاء الله يخفضنا يعطينا سعر زين مناسب. ها كفك give me five يلا. أخت فاطمة احنا جبنا لك هدايا متواضعة وسامحينا حبينا نشاركك ونساعدك في المحل ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. يلا في امان الله. انتهت حلقة اليوم، زار فيها الفريقان الكثير من الأماكن والمشاريع، فكان يوم ترفيهي ثقافي واجتماعي جميل. نلقاكم في الحلقة القادمة.